كنعتبروا هو وسام شرف على الصدور ديالنا حنا كأساتذة، فرض علينا التعاقد. علاش؟ لأننا نضمن بأجل إسقاط مخطط التعاقد، ولكننا غادي ندفعوا الثمن لأننا كنمارسوا حقوقنا الدستورية، فحنا مستعدين لذلك يعني. وكنقولوا أن هاد الأحكام رغم أن القسوة ديالها إلا أنها ما كسرناش نفسيا وما هزتناش نفسيا، بل غدينا أكثر يعني تشبتا بمطالبنا اللي كنعتبروها عادلة ومشروعة. علاش؟ بحكم أننا حنا ما مسينا بأمن الدولة، ما مسينا بالسلامة ديال القوات العمومية، ما مسينا بالسلامة ديال المواطنين، وما خلقنا حالة طوارئ صحية. بالعكس، كنا حنا كنمارسوا واحد الحق اللي هو حق دستوري، وكنعاود نعيدها ونأكد عليها، اللي هو كنقول أنه حق دستوري ومضمون لنا، ضمن علينا القوانين الدولية والقوانين الوطنية. ولهذا السبب فكنعتبروا هذا خرق سافر لحقوق الإنسان، خرق سافر كذلك للقوانين اللي كاينة في الدستور ديال المملكة. وحنا كندينو بشدة هاد المحاكمات اللي كنعتبروها محاكمات صورية، محاكمات لا عادلة وجائرة. المجلس الوطني اليوم غيجتمع بالليل، شنو كتوقع الرد ديالهم على هاد الحكم؟ دابا حاليا دابا كاين ايقاف الدراسه بواحد العدد من المؤسسات التعليميه على المستوى الوطني، وما فيهاش غير اساتذه مفروض عليهم التعاقد، فيها حتى اساتذه مرسمين اللي هما متضامنين معنا حنا كاساتذه متابعين وكاساتذه تدرس في حقنا أحكام جائرة. وكنقولوا أن من المنتظر تصعيد يعني تصعيد في الخطوات النضالية التنسيقية كرد فعل على هذه الأحكام اللي هي أحكام جائرة. أستاذة، شنو التهم بالضبط اللي وجهت إليك؟ كانت تهم متعددة، كان تهمة خلق حالة طوارئ صحية، كانت ايضا تهمه ديال المس يعني بالسلامه ديال الجسديه ديال القوات العموميه وممارسه يعني العنف عليهم. وكان ايضا كانت انا تهمه استثنائيه بالنسبه ليا بغير البقيه، هي تهمه ديال اهانه هيئه منظمه، وهيئه منظمه هنا كان مقصود بها مديريه الامن. داكوغ. لا، بغيت نسولك اخر سؤال. لا، هو شنو كيفاش تفاعلت العائله والاسره ديالك مع هذا الحكم؟ الاسره ديالي صراحه الام تاعي كانت في واحد الحاله اللي هي صدمه صراحه، بحكم اننا ما كناش متوقعين الحكم يعني يكون حد نافذ. ولكن رغم ذلك كنقول ان اسرتي متماسكه وقويه. علاش؟ بحكم انني مارست واحد الحق اللي هو كنقول دستوري، ولا كنت غادي نتعتقل على قبله، ولا كنت غادي نكون خلف القضبان. فانا كنقول انني تعتقلت على واحد القضية وعلى واحد المبدأ اللي امنت به.